صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإقامة والاستقرار في الأرض التي قد عذب أهلها مثل بلاد الأحقاف؟ لا يجوز هذا، البلاد موطن العذاب، موطن العذاب لا يدخل ولا يستقر فيه، وإنما يمر مرورا. أما البلاد لا بأس أنها تبث، ولذلك الأرض كلها معمورة الآن، فالبلاد اللي فيها نفع وفيها زراعة وفيها معادن وفيها لا بأس، إنما موطن العذاب الذي نزل فيه العذاب هذا يتجنب. نعم.